رئيس الوزراء يتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة أزمة السيول بمدينة رأس الغارب. رئاسة الجمهورية تبدأ الأحد تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ. تجدد القصف على أحياء مختلفة في حلب ومجرمي تجري مباحثات اليوم في طهران والاثنين في الرياض لبحث الأزمة السورية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة النيل. وصل رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه عدد من الوزراء لمتابعة الأزمة بمدينة رأس غارب والناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة ما ألحق الكثير من الأضرار بها. كان رئيس الوزراء قد وجه بالدفع بجميع المعدات والتجهيزات المطلوبة لمواجهة الآثار المترتبة على السيول، كما وجه بإعداد حصر شامل بالمتضررين. من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 12 شخصا وإصابة 43 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول في عدة محافظات. وفي تصريحات خاصة للنيل أكد وزير النقل جلال سعيد أن معدات هيئة الطرق والكباري تقوم بالعمل على طريق رأس غارب الزعفرانة وأعلن فتح الطريق جزئيا. وأضاف الوزير أن طريق وادي تيران وطريق سانت كاترين ووادي فيران هما الطريقان الوحيدان المغلقان حتى الآن، ويوجد تنسيق بين جميع الجهات من أجل العمل على فتح الطرق. إنه إحنا دلوقتي موجودين على طريق القادم من العين السخنة ومتجها إلى متل غردقة، منطقة الزعفرانة تحديدا يعني رأس غارب والزعفران. الطريق ده معظمه شغال في مناطق معينه حصل فيها اطماء زي المكان اللي احنا فيه ده، مسافه حوالي 500 متر تقريبا، وفي اماكن ثانيه بعد حوالي 70 كيلو كان حصل فيها طريق اتقطع لوقت قليل، وحاليا شغال بشكل جزئي. وامبارح كان في معدات هيئه الطرق والكباري بتعمل في هذه المنطقه، وان شاء الله يمكن قبل الظهر النهارده الطريق يعود الى حالته الطبيعيه ان شاء الله باذن الله. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف مباشرة مرافقا رئيس الوزراء في البحر الأحمر مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، الأوضاع لديك الآن في محافظة البحر الأحمر بعد تعرضها لموجة الأمطار الغزيرة والسيول، وأيضا متابعتك لجولة رئيس الوزراء هناك. يعني بالفعل يعني حضر منذ قليل سيد رئيس الوزراء متابعة الموقف هنا في مدينة غارب، واحدة المدن المتضررة او الاكثر تضررا من السيول التي جرت بالامس واول امس في محافظة البحر الاحمر. نعم، هنا هذه الجولة كان يرافق فيها السيد وزير النقل ووزير التنمية المحلية ومحافظة البحر الاحمر والعديد من القيادات، ولكن ما شاهدناه في خلال هذه الجولة ان هناك يعني السيول كانت اجتاحت هذه البلدة بشكل كبير على حد قول السيد محافظ البحر الأحمر، حيث أكد أن ما حدث في مدينة غارب يعني لم يسمى بالسيول ولكن يسمى بالطوفان على حد وصفه، حيث أن المياه وصلت إلى أكثر من 2 متر ارتفاعها، وكانت تسير بسرعة أكثر من 30 كيلو متر في الساعة. أكد سيد محافظ البحر الأحمر أيضا أن هذه السيول بالتأكيد كانت لها خسائر كبيرة على بعض الأرواح، حيث كانت عدد الوفيات حوالي 8 من الوفيات، بالإضافة إلى تصدع وانهيار لبعض المنازل. يعني الجهود والاستعدادات التي قدمتها المحافظة هنا كانت في يعني بقوات كبيرة لسحب المياه، وتم الدفع بقوات أيضا لمعالجة يعني هذا الموقف، حيث تم فتح الطريق ما بين القاهرة والبحر الأحمر ولكن بشكل جزئي، ولم يتم حتى الآن السيطرة بشكل كامل على فتح الطريق، ولكن هناك أيضا العمل جاري على قدم وساق حتى يتم فتح الطريق بشكل كبير وعودة إلى
إلى حالته الطبيعية. هنا يعني ما شاهدناه العديد من الجرارات واللوادس التي تقوم بمحاولة إعادة الطريق إلى ما كان عليه. هناك أيضا تصدح في بعض المنازل. هناك تصريح من السيد محافظ البحر الأحمر بتوقف العملية التعليمية حتى يتم سحب المياه والرمي من الشوارع بشكل كامل. نعم أحمد، يعني هل هناك إجراءات احترازية سيتم اتخاذها تحسبا يعني لحدوث كما ذكرت هذا الطوفان مرة أخرى أو تعرض هذه المنطقة لموجة أخرى من السيول والأمطار الغزيرة؟ يعني بالفعل يعني على لسان السيد محافظ البحر الأحمر أكد أن هناك العديد من مساكن الإيواء كانت يعني مجهزة بالفعل لاستقبال بعض الأسر التي تضررت من هذا الطوفان، ولكن يعني صرح لنا أن العادات والتقاليد هنا في هذه المدينة يعني رفضت هذا الوضع واستقبلت الأسر التي لم تتضرر بشكل كبير، باقي الأسر المتضررة من الطوفان. هنا أيضا العديد من الجرارات واللوادر كانت معدة تماما لسحب المياه من الشوارع بشكل سريع. يعني ما تم هو إجراءات سريعة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية وأيضا الطرق الجانبية من يعني في هذه المدينة. هناك تأكيد أيضا على أن هذه السيول أو هذا الطوفان لم يكن في محافظة في مدينة رأس غارف فقط، ولكن امتدت هناك بعض السيول إلى الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجة والقصير وأيضا سفاجة ومرسى علم، وهناك أيضا سيول كانت على الطريق بين سفاجة ومحافظة قنا. وبالفعل هذه الطرق بشكل مستمر، هناك قوات وهناك عمل على كافة الطرق لمحاولة إزالة المياه، وهناك محاولة لكسر الحواجز التي على الطرق التي على جانبي الطرق حتى يتم تسريب المياه بعيدا عن الطرق. نعم. ما شاهدناه منذ يعني او ما نشاهده الان هو يعني الطرق يعني تسير ولكن بشكل جزئي وليس بشكل كامل، وما زالت بالفعل يعني او ما زال العمل مستمر حتى يتم يعني الاحتواء هذا الموقف. هناك ايضا تصريح من محافظ البحر الاحمر بان هذه هي المره الاولى التي تتعرض لها مدينه راس غارب الى السيول. يعني حتى هذه المدينة لم تتعرض من قبل إلى السيول، ولكن يعني هذه الظاهرة غير طبيعية حدث لها وهو تعرضها إلى طوفان. هناك تأكيد منه أيضا بأن الأرصاد قد أبلغت محافظة البحر الأحمر بأنه سوف يعني هذه المحافظة سوف تمر خلال 3 أيام من بداية من يوم الثلاثاء الماضي بموجة من السيول، ولذلك تم الإعداد لها بشكل جيد. أشكرك أحمد أبو الحسن موفد النيل إلى محافظة البحر الأحمر في جولة رئيس الوزراء. وفي تصريحات خاصة للنيل قال محافظ البحر الأحمر إنه تم نشر 25 مجموعة على طرق البحر الأحمر وتجهيز عربة الكسح من أجل محاولة السيطرة على مسار الأمطار. وصرح المحافظ بأنه تم الإبلاغ حتى الآن عن حدوث 8 حالات وفاة و16 حالة إصابة. غرقت البيوت اللي هي الدور واحد، حتى العمارات غرقت الدور الأرضي، استعان كل الأجهزة بقى حطت إيديها في إيدين بعض. بدأنا نجيب معدات إنقاذ من الشركة العامة للبترول، الزدايك وأطواء النجاة والحبال، وأهالي المدينة مع الأجهزة بالكامل مع الحماية المدنية مع الشركة العامة للبترول. فعلا تم إنقاذ أسر كتير جدا من الغرق بالضبط كده. حالات وفية؟ طبعا في 8 غرقوا، في 16 واحد مصيب دخلوا مستشفى وخرجوا الحمد لله. انهيار للمنازل؟ في منازل حصل لها انهيار، وانا شكلت لجنة حاليا بتقوم بحصر كل التلفيات في الممتلكات، لان المية شدت معها التلاجات وشدت معها العفش اللي موجود في البيوت وحدفيته على البحر، لان طبعا زي ما بقول لحضرتك اندفاع المية بقوة وبارتفاع غير عادي. بدأنا خدنا الإجراءات الحمد لله، كل الأسر احنا جهزنا أماكن نواء، ولكن طبيعة المدينة كأهالينا كله
تضافر، فبدأت كل أسرة تاخد أسرة بالظبط كده. ولكن بدأنا نجهزنا المواد الغذائية ونجهز البطاطين وكل الحاجة تتوزع على المضارين وتصدق بإعانة عاجلة لأسر المتوفين وللمصابين. الكهرباء طبعا. من جانبها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي صرف 10,000 جنيه من صندوق الكوارث لكل حالة وفاة من ضحايا السيول والتي تشهدها عدة محافظات، كما قررت صرف 2,000 جنيه للمصابين جراء السيول التي اجتاحت عددا من مناطق الجمهورية. وأفادت وزارة التضامن في بيان لها أنها تحركت سريعا من خلال إرسال لجان الإغاثة في كل المحافظات ومتطوعي الهلال الأحمر المدربين على الإسعاف وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين. تبدأ رئاسة الجمهورية اعتبارا من الأحد تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أثنى على وعي شباب مصر الذين شاركوا بالتنظيم أو بالنقاش أو بالجهد أو بالصياغة في المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي اختتم أعماله الخميس في مدينة شرم الشيخ. سريعا بدأت رئاسة الجمهورية في تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 وحتى 27 من أكتوبر الجاري. وأوضح المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية أنه سيتم اعتبارا من الأحد المقبل تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كافة المحاور. وقد وجه الرئيس السيسي الشكر لشباب مصر الذين شاركوا بالتنظيم أو بالنقاش أو بالجهد أو بالصياغة في المؤتمر الوطني الأول للشباب، وأكد سيادته في رسالة نشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد سعادته بشباب مصر العظيم وثقته المطلقة في قدراتهم. وكان الرئيس السيسي قد أعلن في كلمته في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب أعلن عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالشباب، من بينها تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر. تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر. كما أعلن الرئيس السيسي قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات. كما أعلن الرئيس السيسي قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وذلك لإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر. كما أشار الرئيس السيسي إلى قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني للشباب وما يستجد بعدها، وذلك وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب والمقرر عقده في نوفمبر عام 2017. فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، وذلك بعد أن حصدت 173 صوتا خلال الانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها مصر على الصعيد الدولي دورها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا. تستأنف محكمة جناية القاهرة اليوم محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس لاتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. تنظر محكمة جنح قصر النيل اليوم جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة. كانت النيابة قد أحالت المتهمين لاتهامهم بإيواء عناصر صدر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا هما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. أعلنت مصادر عسكرية روسية أن أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب نحو 150 آخرين بقصف شنه مسلحون على أحياء سكنية في حلب خلال الساعات 24 الماضية. تزامنا أفاد ناشطون أن حصيلة قتل أمس جراء قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة من سوريا بلغت 27 شخصا بينهم 6 أطفال وسيدة. من جانبها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها قتلت 27 عنصرا من مسلحي المعارضة في اشتباكات بين الطرفين قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تمكنت من السيطرة على مناطق في ريف مدينة أعزاز بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي. بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي سبل حل الصراع في سوريا. وأضاف بيان للخارجية الروسية أن كيري ولافروف واصل خلال الاتصال مناقشة سبل حل النزاع السوري بما في ذلك تسوية الأوضاع الميدانية والإنسانية في حلب فضلا عن نقاط الخلاف الأساسية في الاتفاق الأمريكي الروسي والتي تم التوصل إليها في وقت سابق. جاء ذلك بعد ساعة من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف ضربات الجوية على حلب بدعوى إمهال واشنطن الوقت للفصل بين المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية. اتهمت الإدارة الأمريكية النظام السوري باستخدام التجويع سلاحا في الحرب وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. وأضاف مسؤولون أن واشنطن ستطلب إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كما أنها تدرس فرض عقوبة إضافية على نظام الرئيس بشار الأسد. وعلى صعيد متصل تجري اليوم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني مباحثات على مستوى رفيع في طهران والاثنين في الرياض وذلك في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول الأزمة السورية بحسب بيان الاتحاد الأوروبي. وختام هذه النشرة نذكركم بأهم ما جاء فيها. رئيس الوزراء يتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة أزمة السيول بمدينة رأس غارب. تجدد القصف على أحياء مختلفة في حلب. مجريني تجري مباحثات في طهران والاثنين في الرياض لبحث الأزمة السورية.